التقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله برئيس بنك التنمية الصيني تان جيانغ في العاصمة الصينية بكين، واتفق الجانبان خلال مباحثتهما على بحث التوسع في استخدام عملة صينية جديدة وحدتها اليوان في المشاريع المستقبلية وكذلك أنشطة التمويل المشترك، مع العمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وخلال اجتماع الطرفين تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها زيادة التعاون المشترك وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية. التقى نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا بوزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين بولدجير إرتيدا، وذلك على هامش زيارتها الأولى إلى مصر لحضور فعاليات الاجتماع الثامن لمجلس محافظي بنك الاستثمار الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر 2021-2024، لا سيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق المصرية. كما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية جديدة مشتركة بين سويسرا ومصر، وهو ما رحب به البنك المركزي المصري. وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي. وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ومحافظ مصرف الإمارات العربي خالد محمد بالعمي. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع الاتفاقية يساهم في تسيير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهم في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقين. أعلنت وزارة البترول أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج العالمي. أضافت أن تلك الاكتشافات أدت إلى تزايد مساهمة كمصدر أساسي للطاقة ولتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك المحلي. أوضح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة لمواكبة النمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي، والتي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة اهتمامها بالكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تخدم بدورها أيضا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع زيادة التوقعات بأن تبقى الاقتصادات الغربية الكبرى لأسعار الفائدة مرتفعة، وذلك للتصدي لتضخم لا ينحصر. هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 59%، وتصل وتحقق ما قيمته 95 دولار و98 سنتا للبرميل. أما بالنسبة فقد انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 93% لتصل وتحقق 92 دولار و81 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 17% لتصل إلى 3.26 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 2.4% لتسجل 2.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكد الكريملين أن روسيا لم تناقش مع مجموعة أوبك بلس والتي تضم كبار منتجي النفط زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن الحظر الروسي لصادرات الوقود. يذكر أن روسيا قد عانت من نقص في البنزين والديزل في الأشهر القليلة الماضية، وتأثرت سوق الوقود في روسيا وهي من كبار منتجي النفط في العالم، تأثرت بعوامل من بينها أعمال صيانة في مصافي النفط واختناقات بالسكك الحديدية وضعف الروبل ما يحفز صادرات الوقود. وخفضت روسيا أيضا إمداداتها من النفط ووعدت بتقليص صادراتها من النفط الخام ب 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام. انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، ما يشير إلى أنه يعد بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر وبشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا. هذا وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع بنسبة 4.3%، وذلك على أساس سنوي في سبتمبر الماضي. وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا والذي يستثني الغذاء والطاقة إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1% بعد 5 جلسات متوالية من الخسائر، وارتفع المؤشر داكس الألماني ب 2%، هذا وزادت الأسهم في إيطاليا ب 2%، رغم خفض الحكومة الإيطالية من توقعاتها لنمو الاقتصاد في هذا العام والعام القادم ورفع المستهدف من عجز الموازنة.